بدأت اهتماماتي بالمواد العلمية بالمرحلة الثانوية ثم الجامعية لما كنت بالخارج، وطبعا دائما يوم كنت صغيرة يعني ألعب ويا خواتي، وكنت دائما أقتمس دور الطبيبة. خلال تحضيري رسالة الدكتوراه حبيت أني أختار موضوع أو بحث يخدم في بلادي. طبعا اخترت مرض السكري النوع الثاني. المرض هذا كانت نسبته عالية جدا في السنوات السابقة، فحبيت أعرف أسباب انتشار هذا الوباء. طبعاً أنشأنا أول خارطة جينية كانت على مستوى الشرق الأوسط، والحمد لله اكتشفنا 5 جينات هي بس متركزة في الدولة وبين العوائل الإماراتية. اختياري ضمن أوائل الإمارات وتكريمي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كان تميز كبير ويعني لي الكثير الصراحة، وكان فخر لكل إماراتي وإماراتية الحصول على هذا التكريم. وطبعا هالتكريم أكد لي شغفي للمجال الأبحاث العلمية. طبعا قصتي مع الدكتورة عائشة السيار بدأت يوم أنا كنت عمري 8 سنوات، وهي حصلت على شهادة الدكتوراه في التاريخ. وطبعا لما شفت صورتها مع الشيخ زايد الله يرحمه قلت لأمي يعني أنا يوم الأيام أبقى أكون مثلها. فهي كانت المصدر الإلهامي لي الصراحة أني أكمل دراستي وأحصل على شهادة الدكتوراه أخدم في بلادي. واللي حصل ان تكرمنا اثنينتنا بنفس الدفعة في اوائل الامارات، وهالشيء كان وايد يعني بالنسبة لي مؤثر جدا. يعني الصعوبات اللي واجهتني كانت كثيرة، بس انا قدمت كثير في حياتي، وحتى الان اعشق التحدي والمستحيل. نصيحتي لكل شخص حاب يتميز بمجال عمله هو الاخلاص بالعمل والاتقان والمثابرة وعدم التكاسل.